السلام عليكم. فيديو جديد في لقة التشليح عشان المركيز حقي. بنروح التشليح مع راعي المركيز هاني وفارس ابراهيم الكهربائي الشاطر حقنا. يلا نقول بسم الله ونروح التشليح. لا تنسوا اللايك وضيفوا قناة فارس تحت بالوصف. صباح الخير فارس. صباح الزفت. تبيهم يضيفون قناتك ولا يضيفونها؟ لا احد يضيفها يا شباب، رابطه تحت في الوصف بس لا احد يضيفها. الساعه 8:00 اي والله كلهم ما افطروا بعد. مصحيهم من النوم بالشهم. هذا اللي نومه متلخبط ومواصل. اي والله اسلم اسلم. يلا بسم الله يا شباب، تكفون اشتركوا في قناه فارس ابراهيم، رابط القناه تحت بالوصف ومثبت في التعليقات. الصراحه الرجال تعب معاي كثير، واخليكم مع الفيديو، لكن اشتركوا في قناته قبل تكملون الفيديو. والله يعطيكم العافيه والله يعطيها العافيه. هذا رايحين تشليها الحين. والله انت وجه النكبه يا ناصر. والله النكبه قلبوا علي الحين. والله يعني الضبيره جايه مقطوطه تقطع فيها. هو اللي قطع فيها اللي وراك ذا. هذا جينا التشليح طبعا الدمام يا شباب. ما شاء الله ندور لنا مركيز الحين. هذا فارس، نسيت البس لبس الميكانيكا ولا موجود عندي. بس هذا موديل جديد. موديل جديد. فوردك على اليسار قدام. يسار. طبعا للاسف الماكينه راحت، واساسا هذا ستاندر، انا لازم اشوف مركيز فل كامل. هذا الشيء اللي بتعبنا ان نشوف لنا مركيز فل كامل. اللي عندي فل. قبل لا يرفع الجوال حراره، هذا مركيز، خلينا نشوف الداخليه عشان ممكن نحتاج اذا داخليته نفس لو سياره اخوي. ايوه والله ذا يبيله ياخذ الباب اللي هناك. لا ذاك مكسور. مشكلة والله. شوف ذا المركيز. 150 شيل. كلهم مكسور الديكور. شوف هذا 2005 اللي تبيه. نفس موديلك يا هاني. شوف اذا في شيء تحتاجه خذ الشبك. 2004 ولا 3. طيب خذ الشبك كله واحد. هذا نفس اللي عندي. بس ضفيرته خلونا نشوف. والله في موديلات 97 عددها كبير والله في ذا التشليح. شوف المركزات 97 96. هذا الحين فراشة بعد فيكتوريا. فراشة. مقفل. لا مفتوح بس اللي عليه قطع فوق. هذا والله الشيء اللي تبيه. ما كم اشوف هذا هناك مركز. قايل لكم والله عددهم واجد المركيزات ذي. المركيز ست ذا الموديل يعني عدد واجد منه. كلهم البيبان حق السواق مكسور. كان بجيب شيء حق اخوي. شذ الفراشه. ايوه يا فارس تسلم يمينك يا شيخ. هو اللي صاد قبل ذي ماسك الكبوت. روح روح. شوف المركيز ما ادري الفراشه الفورد. هذا بعد مركيز. افتح نشوف اي واحد نظيف. ايش الانظف؟ في واحد هناك ترى بعد ازرق. هذا نظيف. هذا ضفيرته نظيفة؟ شكله كان مغيرها. ولا شيء مكسر فيه. وعلب العلبة ذي بعد. انا بشوف اي سيارة كانت. شوف هذا فورد 90 ماكينة 5-0. يعني هذا سيارة أو هذا سيارة وهذا سيارة. في قدام مركزات خلونا نشيكهم. في كم هنا؟ ثلاثة. شوف نفس الموديل اللي عندي بس جالسين ندور شيء نظيف. شوف عندك هذا واحد وجنب اثنين وهناك ثلاثة. بس ذا كبوته يا أخي مو راضي يفتح. يعني
ايه ذا اللي ايش اسمه غرقان ما ينفع. غرقان غرقان هذا هو اللي مرينا عليه قبل شوي صح؟ اي معلم معلم بس اتاكد من هنا. هذا اللفت اللي عند الظفيره اللي يجي لون ازرق. ايه هذا ازرق قصدك. ايه شوف عندنا البقاقات شلون. بس انتوا هنا اثنين بناخذ مروحه وظفيره وعلب الفيوزات كل شيء نحتاجه بناخذ 300 ان شاء الله. لو تشليح بياخذ فوق ال 500. هذا سكراب كبس بعد ما يعني بعد هواء قوي معليش بعد ما تتشلح السيارة سواء تشلحت أو ما تشلحت تجلس فترة وتنكبس حديد. ما شاء الله الله يبارك الفارس. كان ودي أرجع المرتبة عشان هو نقربها واجد بس ما أبي أخرب وزنية سواقته. بس خلونا نقرب السيارة من التشليح. التشليح كبير فيه أكثر من بوابة فبجيبه عند البوابة القريبة. عطيني هنا شوية بس. هذا الظفير قاعدين نفكها الحين نفك كل شيء نحتاجه. ما قصروا هاني فارس. قناة فارس تحت بالوصف كلكم اشتركوا في قناتي يا شباب. الرجال والله ساعة ولنا ما قصر. شوية بس واحد بس توقعني. اي شوية بس. طبعا خلصنا شرينا الأغراض كلها 300 وصاحبنا أخذ الراديتر ب 100 هذا 400. طبعا العيار يقول ايش يقول أبي حق دقيقة. اوكي هذا صوته فكرت انه بالقوة. قال يبي حق ايش حق غدا. اعطيناك 400 خلاص روح. ايش تبي بعد اصبر اصبر خليني اتاكد ان سكرته زين ذا ولا خلاص. اوكي لا ما اعرف حق التيوت هذا ما شاء الله. بس خلاص يلا زين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان في مفصل هذا طالع الكفر حقك فصل يا فارس. ايه شوف بيض الله وجهك. هذا جبنا اغراض يا شباب الهواء قوي يعذرونا وتكفون يا شباب كلكم اشتركوا في قناه فارس. ايش دخل هواء قوي؟ عشان الصوت فك الظفيره. اي والله شوف هذا اسلم. هذا جبنا راديتر حق المركيز الاسود حق هاني اوكي وباقي الاغراض حق المركيز حقي. هذا الظفيره والمروحه حق المركيز حقي وعلبه الفيزات. هذا الراديتر اللي جبته. اصبر اصبر يمكن رايح فيها. لا سوي له تصيخ احسن وقدم محل الراديترات. طبعا يا شباب هذا ورشه فارس ما شاء الله. وهذا الفورد اللي جدده. ادخلوا قناته وتابعوه تشوفون عندك الجديد. ما قصر والله الرجال تعنالي والله. رحنا التشليح اثنينهم ما قصروا هاني وفارس فكوا لي الظفيره والمروحه. اثنينهم كهربائيين ما شاء الله اتعلم منهم ان شاء الله. هذا الظفيرة فكها فارس بيض الله وجهه. فكيناها معاه الظفيرة ذي اللي كانت على السيارة. وهذا الظفيرة اللي جبناها من التشليح ناوي نركب على طول بدون ما نسوي شيء عشان ان شاء الله تشتغل السيارة على طول وتكون الامور طيبة. هذا الحين بنركب الظفيرة اللي جبناها من التشليح. تشتغل يا فارس؟ ايه ان شاء الله. على يدك بالغصب تشتغل ان شاء الله. رجع الشغل جاب وقت واحد. الله اكبر عليك الله اكبر عليك يا شيخ. شغلها من اول دقة سلف. والله انا كنت بصور بعدين لان شكلها ما بتشتغل. ما شاء الله عليك يا فارس. ما شاء الله عليك والله وحش والله وحش ما شاء الله عليك. الله لا يضرك يا شيخ. وشغل السيارة شغلها مين؟ فارس. الله يجزاك خير. تسلم يمينك. لا يشاركون بنادي. تسلم يمينك يسارك اللي تعورت صح؟ لا لا خلا شوف كيف. والله مسك. خيطه ثلاث غرز واشتغل. ثلاث غرز يا شباب. متى؟ قبل 4 ساعات. قبل 4 ساعات. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. جالس اشتغل لك يا ناصر. بيض الله وجهك والله. ويا ابو شيب الله يجزاك خير. ما قصرت والله والله اشتغلت السيارة. والله واشتغل المركيز.
كان ما يبي يشتغل. والله جبتها يا على سطحه والله جبتها على سطحه. وقال لي جيبها لي ورحنا التشليح السكراب. انا ما اخليك تقط ريال بالتشليح الا انت على ما قيل مطلعين. والله بيض الله وجهك الصراحه. اشتغلت ولا لا؟ اشتغلت. من المشكله ايش؟ من اول دقه سلف. مو مشكله بالعكس شيء زين. خذينا ضفيره يا شباب وخذينا مروحه والضفيره كامله كامله. اي الضفيره كامله كتاوت وعلبه الفيزات وكلها مع المروحه، لان ناصر عنده كتاوت مختلف فالمروحه معناتها متضرره. فبغير له مروحه وعلبه الكتاوتات والشكيره 300 ريال. اي شريناهم والله ب 300، ركبنا الضفيره اشتغلت على طول ما شاء الله. روح ما شاء الله. شفت ناصر؟ هذه شفت دقيقة خليني أتكلم. شفتوا هذه الورشة اللي في وين؟ وفي نص حارة. أحسن من ورش كثير في الصناعية أقسم بالله. والله جد ما شاء الله شغل المركيز اللي عجزنا نشغله مو راضي يشتغل. أنا أشهد القرقر زيادة ما ينفع، ينفع الشغل الكثير. ما شاء الله ما شاء الله. ولع الانوار. السكن السكن بس السكن ما شاء الله ما شاء الله. بس ترى انت الان تعطيهم اسرار قناتي الجديده اللي بتجي. اي صح صح. لا ما ينفع. اشتركوا اشتركوا في قناته. هذه حصريه عند ناصر ولا؟ والله ما نزل. ترى الداخليه يا شباب انفكت كامل، ارضيه وسقف ما شاء الله. وكاله ما شاء الله ما شاء الله 2006 تخيلوا في 3 ايام رش السيارة يعني. ما شاء الله عليه سوى اشياء انا للحين ما سويتها من 5 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. داخليه ترى فكها كامله. شوف 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 السقف ما شاء الله يعني طالعه عروقه. ليش؟ لانه غير السقف كامل، فك السقف ووداه محل تنجيد ما شاء الله ما شاء الله. الحين جالس اخذ فرع على المركيز حق مو المركيز الفورد فيكتوريا حق فارس ما شاء الله. باخذ عليه فره ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله صافي صافي ما شاء الله. ابى اقول له يصفي موتري نفس ذي التصفيه ما شاء الله صافي جدا. ايش تقول؟ نغسل السيارة ونرجع لكم. هلا بالذيب ناصر. طبعا عندنا الحرارة شوف مؤشرها شوي تعبان، هذه القراءات كلها بنعدلها. الان اشتغل كمبريسر بارد ما شاء الله، الماكينة مستقرة الان وما فيها تقطيع، ما فيها اي تقطيع. وين ال طبعا ضبطت بعض الافياش. انا قلت لك بس روح انت والدنيا بخير. انا ما ادري تشوف ما ثبت يدي في شوف المحاجر. جلست ارتب فيها بعض الحاجات مع اني مصاب بس تستاهل. انا اشوف اشوف يلا برجع لك. كالعاده هذا اختباري يا ناصر. طبعا لسه انا ما خلصت بس هذا اثبات ان ما شاء الله لا قوة الا بالله. الماكينة صفاوتها كمبريسر ثلج الان شوف ثلج. وهذا الولاعة طال عمرك بس باقي لنا بعض الاصلاحات ان شاء الله ونزبط لك اياها. باقي لي بعض الافياش لازم اجددها كامل. جالس اخذ من هذيك الضفيرة واركب لك اياها هنا. وباقي لي اشياء اقفلها تحت، حساس حرارة حساس زيت أشياء يعني مش يعني كامل. أنا قلت لك أول شيء نرتب ثم نشل. أهم شيء شغلنا موتر استقر صفه 100%. عندك هذه بها ضرب
جيبها لي من التشليح. شوفها هذا الهوز كامل يجي مع هذه فيها ضرر، جيبها لي. أما المكيف ثلج يا ناصر ما شاء الله، المكيف الآن ما شاء الله. شوف طبعا شبكته قبل شوي حساس الحرارة وأنا أصور لك. طيب شوف رجعت الحرارة بقى حساس زيت أشبك لك. طيب عجوم